اهلا فيكم اصدقائي في الحلقه الاولى من برنامجكم برنامج نور شو. als ganzes denken wir haben in Wien 160 über 160 Linien. تضبط هاي اسعار هذه المواصلات، يعني مثلا اللاجئ ما بيدفع مثل الشخص الغريب، مثل الشخص النمساوي، مثل الشخص السائح. هي 4 سنوات المرحله الابتدائيه، بعدها يقرر الطالب انه يروح على الجيمنازيوم. الى تاريخ موسيقي ومؤهله للنشاطات الموسيقيه بالمسارح، بالادوار الاوبرا الكبيره الضخمه، مو بس بتقصر على دار الاوبرا الشهيره.